حضرتك عرفت اللي حصل السنه دي في الساحل واسكندريه وكده؟ الاناديل البحر دي هجمت علينا منين ما نعرفش. احنا في مصر هنا هنموت من الحر اهو، والواحد طول ما ماشي عمال يرش ميه، مش عارف هنسافر اسكندريه ولا مسافرش، هنعمل ايه؟ بس طبعا ده يعتبر تلوث موجود في البحر المتوسط، وفي تسيب جامد جدا في المحليات في منطقة الأسكندرية، وبيرمم كل مخلفات البناء أدمين وكل المخلفات اللي موجودة من كسح ومياه صرف صحي. ده صحيح بقى زي ما هو؟ انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش عارف والله مصدرها منين يعني، بس اكيد اكيد تمويل ارهابي يعني بصراحه، يعني مش عارف، شكلها غريب ومره واحده انتشرت كده انت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق. والله الاناديل دي حاجه غريبه جدا. هو عاده الاناديل تيجي في شهر 8، بس انها تيجي دلوقتي في الوقت ده فحاجه غريبه. انا اصلا رايح بكره وخايف. انا هقضيها، شكلي هقضيها بول بس تقريبا، فمش عارف بقى يعني، بس هي حاجه غريبه. انا شايف ان ربنا بينتقم للناس اللي ما سافرتش ولا صيفت خالص. والله شايف كده. بيقولوا ان هو بسبب تفريعه قناه السويس او المجاري اللي حصلت، الانواع ديت كان المفروض قناه السويس بتعدي منها وبتحصل وتتم الهجره عن طريقها، فنتيجه اللخبطه دي حصل لهم زي ان هم مش عارفين يرجعوا للمكان بتاعهم. طب يا عم احنا صعايده زي بعضينا، قول نخرج منين وحتى ابوك؟ معاك شمال في مين؟ شمال في ايه؟ في مين؟ لحد ما تلاقي عماره. لا لا غزال يا غزال، شوف انت عسل، خلاص يا بنت عسل. شمال في ايه؟ في مين يا غزال يا غزال؟ كان في كذا يعني كذا سبب، قالوا منها سبب الاول قناه السويس، والتانيين قالوا ان في اجهزه اسرائيل عاملاها بتدي اشعه هي اللي بعت الاناديل. انت رايك في الكلام ده؟ في الواقع هو احنا اصلا صوتنا معفنه يعني. فلا هي اكيد مش من حاجه من بره يعني، اكيد من جوه. انا حي انا حي، العالم معفنه. ناوي تسافر الساحل بعد اللي حصل ده ولا؟ هو ان شاء الله يعني هحاول، انا لسه خارج من ثانويه عامه فاكيد لازم اسافر يعني. بس عوض اللي راح مني اشوف دنيا. ايوه يعني عايزنا نعمل ايه يعني؟ انا يعني نبقى صايعين صيعنا على الحاضر. انا عاوز ابقى صايع. حاضر صيعنا يا حاضر. الصراحه انا معاك. تحيه للشعب المصري، مش عظيم بس هنقول عليه حاجات كتيره جدا، لانه استحمل كل حاجه، استحمل الفقر واستحمل الذل في البلد دي، واحنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان السنه اللي جايه هيبقى حاجه حلوه على مصر كلها، ويبقى في رخاء، لان احنا تعبنا قوي يعني، الحاجه غاليه جدا. انا لما رحت اجيب رغيف فينو جبت رغيفين بجنيه، وعلبه الجبنه قد كده صغيره، يا دوبك لو رضعنا بيها عيل صغير ممكن يوقع طول الليل لغايه الصبح. نتمنى ان الشعب ده يجي عليه رخاء ان شاء الله. سلام عليكم يا اولاد والف شكر.